إليكم تفاصيل الأخبار. توصلت دراسة أجريت على أكثر من 179 ألف شخص في 28 دولة أن الرجال الذين يبلغون 50 عاماً هم الأكثر عرضة للوفاة بنسبة 60% مقارنة بالنساء. ويرجع ذلك قصير إلى ارتفاع معدلات التدخين وأمراض القلب لدى الرجال، وعلى الرغم من تفاوت الفجوة بين البلدان. جاهزة؟ جاهزة. غايب عني وبيتحجج بمرضه. اشمعنى؟ عايزة اتجوز قبل ما ينقرض. أنا فاهمة الدراسة ومتأكدة. اشمعنى؟ الرجالة هتبقى بالحجز بعد كده. عايز قصة حب والوقت قليل. اشمعنى؟ قلت له اخلص هتموت يا نايم. خايفة من المستقبل، العالم مجنون. اشمعنى؟ الرجالة يا اختي هيبقوا بالكبار.